اليوم صار في خاطري كذي بس شدولة مع كحل ماسكارا، ما لي خلق اي لاينر، ما لي خلق رموش، ما لي خلق شيء، بس كذي لمع شاينينج مع ماسكارا كحل ازرق داخل العين. يلا الفلتر لبسني عدسات، خلى مكياجي احلى. ايش رايكم البس عدسات؟ لقلبة بكيفك. روحي يبولي نيرما ميري ميري يبولي قلبة. فجرو قاعدة هني طالعة تلفزيون بالصالة العودة ماخذة راحتها. يبولي قلبة قلبة قلبة. علقت بقطع بقطع عمري قاعدة أكل يا بنتي. كان أسوي كان أقول هاش فيني كني صرت غشت مجور غشت. شفتي أم تضغط عمرك عمرها؟ أم مش تضغط عمرها بالطيطة، أم مش حق عمرها. إيه يا فجور تضحكين على أميمتك. ها أميمتك أنا حلوة اللبن تضحكين علي. ما ادري ايش اقول. وهي بنتي بريئه احبها. طقك بوكس على وجهك. طيح نظرتها. طبعا انا مع جميله المذيعات كلهم. عيا الجميله بالفنانات مني بحبها. انا مالي شغل. انا انت تبديها من لساني. انت عندي التوب يا روحي. عندي الرقي التقديم الجميل. ما حد يقيم كذي الا هو ذوق ورام يا عمري. بعد قلبي والله كل ما اشوفك اقول صح يا عمري. بنتي بنات الديره يا حبيبتي والله تمثلين كلنا. بعد احنا وايد نفتخر فيك. هو تقديم، هو اسلوب، هو لباقه، هو حكي كويتي حلو وكل زين عندك يا عمري. بتنوريني وتشرفينا ان شاء الله عيوني حبيبتي. ارحب بالضيوف الموجودين، الفنانات الاخت الهام الفضاله والمان نجم. حياكم الله وشرفتونا. الله يحييك. وهلا بالحب كله. هلا بك نورتيني والله العظيم. دكتورتي اللي دايما تضبط هالوي والله يوش لما بدك حياتي والله العظيم. حبيبتي متابعيني دكتوره مريم ترى حاليا موجوده في الطب الكندي. ذاك اليوم مصوره حرم لحد باب العين. لحد باب العين. ثانك يو. الله ريمان ناجم شاركت في المسابقه. شنو مسابقه هم دو شد الحبل؟ راح اعطي المسج لاخر واحد وهو لازم في الفتره اللي قدامه بس بالاشارات. يعني زي اللي بدهم كلام. وبعدين راح اجي اسالك انت الدكتور. الدكتور خالد اسمه بعد. ها دكتور عبد الوهاب. عبد الوهاب فمحاكرينا موظفات هني. دكتور عبد الوهاب انف واذن وحنجره ايضا. استشاري. استشاري انف واذن وحنجره. إيمان ضاعت ضاعت. إيمان إيمان ضاعت. إيمان وقفة ضايعة. إيمان وإيمان مدرسة المشاغبين اللي هذا مين اللي كان بيعمل؟ ما أدري. قاعد يحتجون البنات. الفريق هذا فاز، فريق إيمان نجم. أنا قششتكم اثنين. طبعا أنا تفاجأت توا من فروح الصراف يا العيارة ما تقولين سوية مفاجأة. توني قاعد أشوف كليب حق نوال ولا هذا يا رب اللي قاعدة وي منو هذا اللي قاعدة كأنها فرح. أقول ما طلعت فروح يا حطت يا فروح ايش عليك؟ عليك بالعافية وناسة طالعة مع عاد. نوال الرومانسية والإحساس والدفء والصوت
عليك بالعافيه يا بختك يا حظك شني بحسدك. اليوم احلى شيء اني لابسه واطي لحلو الشوزات الواطيه، ما تحسين التعب ولا شو اسوي بهالبنيه، شو اسوي شو اسوي، اقرصها اكفخها اعضعضها شو اسوي، كله تحب ترتب اقراضها. يعني مجهزه شغل حق باكر الظاهر المدرسه، شوفوا 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 شو مجهزه. ويا رب هالبنيه بكت منها واحد، انا ما ادري شو اسوي هالبنيه، يما الله يحفظك حبيبي.